بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بالجزء الثاني من المحاضرة. بهذا الجزء راح نتحدث عن مثال عن الكومباني داتابيس. هذا المثال موجود بالكتاب. هذا المثال يقول اريد اسوي لقاعدة بيانات للكومباني داتابيس لشركة معينة، لقاعدة بيانات شركة معينة اريد اسوي لها سكيما. شنو المتطلبات اللي عندي؟ يقول عندي عدة متطلبات، اريدك تسوي لي سكيما خاصة به. اولا ادي الكومباني مقسمة الى مجموعة من الديبارتمنت، اذا مجموعة من الاقسام، كل قسم يحتوي لي على اسم كيونيك، ويحتوي لي رقم كيونيك، ايضا يحتوي لي على موظف يدير هذا القسم. زين، يحتوي لي على يونيك نيم مثل ما موجود بالرسم، هذا راح اختصه على مود نوضحه بهالشكل هذا. مثل ما هو قال each department has unique name، وهنا يقول لي مقسمة الى مجموعة من department، صح؟ فبالتالي انا عندي entity اسمه department، each department has unique name. اذا انا عندي attributes unique اسمه name، unique اسمه number مثل ما حكينا، unique number. اذا ممكن يحتوي لي على اكثر من مفتاح، مو بس مفتاح واحد، قلنا اليونيك هو المفتاح، صح؟ هنا راح يمثل لي اكثر من مفتاح. and an employee who manage the department، هنا ده يوضح لي، يقول لي عندي entity اخر اسمه employee، هذا الانتيتي يدير الديبارتمنت، فبالتالي هنا عندي انتيتي اخر اسمه امبلوي، هذا مانج ذا ديبارتمنت. من خلال العلاقة اقدر اشوف انه انا عندي مجموعة المدير علاقته ويا ديبارتمنت 1 to 1، صح؟ والبارتيسيبيشن هنا ايش راح يكون؟ عنده مدير ممكن يدير لي مجموعة من الاقسام، صح؟ ممكن عندي، او عفوا الامبلوي، عفوا ارجو المعذره، الامبلوي او الموظف يدير قسم واحد فقط، يعني موظف واحد لقسم واحد، بينما الاقسام لازم يديرها موظف، يعني كل الاقسام لازم يديرها موظف، بس مو كل الموظفين يديرون الاقسام، صح؟ مثلا عندك رئيس القسم، رئيس القسم واحد، شخص واحد بس، رئيس قسم مثلا رئيس قسم الحاسبات، رئيس قسم الحاسبات تلقاه واحد، شخص واحد، ما تلقى اكثر من واحد. بس انا عندي هواية اقسام، مثلا قسم القانون، قسم الرياضيات، قسم الاحياء، مثلا كل قسم لازم يديره مدير، فيعتمد اعتماد كليا على مدير معين. فبالتالي البارتيسيبيشن هنا راح يكون عندي سنجل لاين، خط واحد، وهنا راح يكون عندي خطين. زين، we keep track of start date manager، هذا راح نعوفه بعدين نحكي عنه، خلنا نحكي على الورا. a department may have several locations، هنا يقول لك الديبارتمنت يحتوي لي ايضا على شنو؟ مجموعة من locations، المواقع. فبالتالي هذا معناها شنو؟ عندي attribute اسمه، عفوا attribute اسمه location، هذا location يكون عندي نوعه composite. طيب، يعني يحتوي على اكثر من بيانات، وبالتالي يكون عليه خطين مو خط واحد، يعني شكلين بيضويين. نرجع للوي كيب تراك اوف ستارت ديت اوف ذا مانجمنت او اوف ذا مانجر. هنا لما اجي الاحظ اريد من عندي تاريخ بدء الادارة، ما يريد من عندي تاريخ بدء الموظف او تاريخ بدء الديبارتمنت نفسه. يعني شلون؟ يعني مثلا انا لو خليت الستارت ديت هنا ويا الامبلوي، فراح يصير خاص بمن؟ بالامبلويز، شو وقت بدأوا يداومون، صح؟
واذا خليت هنا للديبارتمنت خليت ستارت ديت ويا بالشكل هذا ستارت ديت سميته اس مثلا، هنا أنا ايضا راح اصير عنده مشكله اللي هو تاريخ بدء القسم نفسه مو تاريخ بدء الاداره. زين شلون تاريخ بدء الاداره؟ تاريخ بدء الاداره اجي للعلاقه اللي عندي، شنو هي العلاقه؟ مانج. المانج اجر من عندها اسوي لي اتربيوت اسميه ستارت ديت انه تاريخ بدء الاداره. طيب each department control number of projects، هنا دي يوضح لي مثل ما وضح لي، قال لي عندي employee يدير department، هنا يقول لي عندي department يسيطر او controls a number of projects، يسيطر على مجموعة من المشاريع. طيب اذا عندي هنا entity اخر اسمه شنو؟ projects، صح؟ هذا هو project، والعلاقة control، بس حسب ما هو قايل لي control number of projects انه each department يعني الديبارتمنت الواحد يدير مجموعة من البروجكت، فبالتالي عد العلاقة one to many. الparticipation شلون مثله؟ department واحد يتعامل ويا مجموعة من البروجكت، يعني عد الديبارتمنت يتعامل ويا مجموعة من المشاريع، وكل المشاريع تتعامل ويا من؟ ويا ديبارتمنت واحد. فبالتالي انا عندي البارتيسيبيشن ايش بيه؟ خطين هنا وخط واحد هنا، سنجل لاين وملتي لاين. each project has unique name، كل بروجكت ايش بيه؟ يحتوي على يونيك نيم، هذا البروجكت يحتوي على يونيك نيم، يونيك نمبر ايضا هنا عندي يونيك نمبر، وايضا شنو يحتوي لي؟ and is located as single location، هنا دا يوضح لي يقول لي انه المشروع لازم يكون بمكان واحد فقط. هل من المعقول سمعت في يوم عندك مشروع في مكانين او اربع اماكن؟ لا طبعا، لازم يبدي بمكان وبعدين وراها بمكان اخر وراها بمكان اخر، فبالتالي المشروع يكون single كأنما شكل بيضة واحد، مو مثل نظيره بالديبارتمنت كان عندي اثنين لان several locations هنا single location. طيب we store employee social security number، نحتفظ ايضا بالرقم القومي مال الموظف اللي هو وين؟ هذا. طيب ليش سوا يونيك؟ هو ما ذاكر انه يخلي لي يونيك. اكو شغلات انت يعني لازم تميزها هاي تكون عندي يونيك، مثلا هنا عندي الرقم القومي، خلنا نفترض الرقم القومي هنا هو نفس الرقم الاي دي اللي عندك بالجنسية اللي مالتك، مثلا بشهادة الجنسية او الجنسية مالتك الهوية، هذا الرقم خاص بيك انت، خاص ببياناتك انت، اما تروح مثلا تسافر مثلا المدينة وترجع للنجف راح يطلب من عندك مثلا الشرطي يقول لك اعطيني الهوية مالتك، يدقها بالحاسبة صح؟ هذا شو راح يكتب؟ راح يكتب الرقم مالتك بس، أو يكتب اسمك، وراح تطلع البيانات مالتك، الرقم مالتك مال الآي دي، فراح يشوف البيانات مالتك، ويشوف بياناتك شنو اللي مخزن، متزوج غير متزوج، إلى آخره من هاي الأمور. الـ SSN هنا أيضاً يكون عندي ثابت، كل شخص له SSN خاص به، أنت هل من المعقول رقم الهوية مالتك متشابه؟ لا طبعاً. الـ SSN السوشيال سكيورتي نمبر ايضا يكون عندي ثابت، فبالتالي هذا يونيك ما يصير يتكرر عند اكثر من شخص. طيب الادرس العنوان، عفوا الادرس اللي هو وينه؟ هذا هنا. طيب السالري الراتب ايضا شنو؟ البرث ديت، بريث ديت، هنا هو مخزن ايضا النيم، مو مشكلة خزن النيم بس ما شرح عنه، رسمه بس ما شرح عنه. يقول لك هنا يحاول يوضح لك، يقول تقدر انت تخلي التربيوت حسب الطريقة اللي انت تريدها، يعني ممكن هذا تريد تخزن اسمائهم تريد ما تخزن اسمائهم، براحتك انت حسب الطريقة اللي انت تريدها. زين هنا النيم مسوي
بشكل كومبوزيت صح لو لا او مولتي فاليود. فراح نلقى مثلا الفيرست نيم تابع للنيم والميدل نيم تابع للنيم واللاست نيم ايضا تابع للنيم. فبالتالي نادى يوضح لك يقول لك ايضا تقدر تخلي الاتريبيوت الخاص بيك مالتي فايلوت اذا يتحمل اكثر من قيمة. مثلا النيم هنا عندي يتحمل اكثر من قيمة. الادرس هنا اقدر اخليه مثلا هنا مثلا اسم الشارع ستريت، تقدر تخليه مثلا كومباني عفوا الكونتري الدولة مالتك، وهنا مثلا تقول له number of building مثلا building عفوا اللي هو رقم البناية. يعني تقدر ايضا شكو التربيوت تشوفه عندك يتحمل اكثر من قيمة توضحها اكثر، مو مشكلة. طيب each employee works on one department، هذا يوضح عد العلاقات. يقول لي عندي كل موظف او عفوا كل موظف نعم يشتغل بديبارتمنت واحد. يعني عندي مجموعة من الموظفين ذول يشتغلون في ديبارتمنت واحد، مثل ما انت عندك بقسم الحاسبات هنا مجموعة من الاساتذة يشتغلون في قسم الحاسبات. فبالتالي هنا صايرة عندي مجموعة من الامبلويز يشتغلون وين؟ بالديبارتمنت. العلاقة هنا one too many، مجموعة يشتغلون وين؟ في قسم واحد. طيب البارتيسيبيشن، أركز بالبارتيسيبيشن. أشوف أنا عندي مجموعة من الأساتذة، هاي الأساتذة ممكن يشتغلون يعني بالقسم مالتي، إنه مثلا لازم يشتغلون بكل قسم، يعني هذا القسم مالتي يعتمد على هاي الأساتذة كلهم. نعم أنا عندي القسم مالتي يعتمد على كل الأساتذة وكل الأساتذة تعتمد على هذا القسم. فبالتالي الparticipation مالتي يكون عندي هنا multi valued multi valued عفوا multi line multi line. طيب